كريم منور الدنيا واعتقد احتفاليه مميزه كده لها طعم فني قوي. الله يخليك ده من ذوقك وكرم اخلاقك ربنا يبارك لك. الله يخليك. شايف النهارده الاحتفاليه زي وحد وفرحان كمان انك تكرم في وسط مين النهارده؟ يعني اكيد موجوده كوكبه من خيره الاعلاميين والفنانين وده حدث مهم جدا طبيعي ان انا اكون موجود فيه. واي حاجه تخص مهرجان اسكندريه يعني هي حاجه عزيزه عليا لان المهرجان نفسه عزيز عليا. انا اسكندراني قبل اي حاجه ومن وانا صغير انا كنت عايش في اسكندريه طول عمري لغايه ثانويه عامه. من وانا صغير كنت متعود دايما ان انا اروح انا واصدقائي اللي كانوا معايا في المدرسه. كان وقتها دايما بتعمل في شركه المنتزه كمان. فالمهرجان ليه خصوصيه عند اي واحد اسكندراني. فبعد لما تكبر وتعدي السنين وتبقى انت في المجال نفسه وانت اللي بتقدم كمان حفل افتتاح المهرجان فاكيد بيزود من خصوصيته وبيزود من معزته. طب. لسه يعني كنت انا جاي دلوقتي وسامع الحلقه في بتاعه في الراديو انت تقريبا خلصت وجيت ولا ايه؟ مظبوط بالظبط كده بتاع الهوا في راديو مصر وخلصت وجيت على طول. حلو قوي. ده مجهود طبعا مضاعف. ايه يا فندم؟ ده مجهود كبير. لا والله ده ما فيهوش مجهود ده فيه متعه بس يعني ده متعه بس. فكره التواجد في حدث زي كده في وجود الفنانين الكبار والاعلاميين الكبار دي حاجه تسعد وتشرف ما فيهاش اي ارهاق خالص. مناقشة مواضيع على الراديو بتبقى وخارج سيطرة الدنيا دايما اتصالات وحاجات هل بيبقى في مواقف صعبة وبتستوعب ده ازاي وبتعديه ازاي؟ بص برامج الهوا في الإذاعة وبرامج الهوا عموما اللي بيبقى فيها مساحة للاتصالات أنت فيها نسبة مخاطرة بس إن أنت مش ضامن اللي بيكلمك ده هيقول لك إيه وأيا كان اللي هيقوله فهو على الهوا فأمة لا إله إلا الله كلها هتسمعه في ساعتها. بس مع سنين الخبرة ومع نوع معين من العشم بيتخلق بعد سنين طويلة من الشغل بين المذيع وبين المستمعين او بين المشاهدين في حاله البرامج التلفزيونيه فبيمشي الحال. انا عموما بفضل دايما برامج الهوا. انا اصلا مذيع هوا يعني انا مش بلاقي نفسي مستريح في البرامج المسجله بنفس الاريحيه اللي بستشعرها في برامج الهوا. كل الناس وانت يعني لسه واصل برنامج الصدمه وكله فاكر ببرنامج الصدمه. شايف البرنامج ده يعني ليه ما استمرش وكنا عايزين منه مواسم مستمره طول الوقت؟ بص البرنامج ده برنامج عزيز قوي على قلبي. انت ممكن تعمل حاجات كتير ممكن تشارك في مسلسل او في فيلم وناس تقول لك الله ينور عليك ممكن تطلع في برنامج او في كذا فالناس تقول لك كنت منور في المسلسل. لكن فكره يعني انا النوع ده من الثناء الواحد متعود عليه بطبيعه الحال بحكم ان انا بقالي سنين طويله في المجال ده. لكن لما حد يقول لك الله يكرمك على اللي انت عامله او ربنا يبارك لك على اللي انت عامله فانت هنا بتتكلم في حاجه مختلفه تماما. مش مجرد بقى ايه كنت منور ومش كنت منور لا ده حاجه مفيده للناس حاجه انت من خلالها وكانك رميت طوبه في الميه الراكده اخلاقيا. فان انت تساهم في ان الاخلاق ترجع لسابق عهدها واحنا كمصريين طول عمرنا معروفين بالاخلاق العاليه. فلما تبقى انت طرف بشكل او في اخر او باخر حاجه بالشكل ده لا البرنامج ده عزيز يعني وليه وضع وليه معزه خاصه جدا. ليه ما استمرش؟ والله هو في الاول وفي الاخر هو قرار القناه اللي هي المنتجه للبرنامج. هم اكتفوا بالاربع مواسم او بالخمس مواسم من برنامج الصدمه. هو في الاول وفي الاخر قرارهم وهم مش قرارنا احنا. فما عنديش اجابه على السؤال ده الحقيقه. ايه الحلقه اللي سايبه جواك اثر لحد النهارده؟ لا ما اقدرش اقول لك حلقه استحاله ده كل حلقه انقح من الثانيه. انا عايز اقول لك البرنامج ده احنا كنا يعني صناع البرنامج الميكنج بتاعه احنا نفسنا بنعيط فيه يوميا لان انت بتبقى شايف الموقف حاصل قدامك صابح وطازه انجاز التعبير. فكميه المشاعر وكميه الانفعالات وكميه العاطفه اللي في البرنامج ده ما اقولكش. وبالتالي استحاله اقدر اشاور لك على حلقه بعينها او على موضوع معين واقول لك ان ده كان مؤثر معانا اكتر من غيره. كل الحلقات كانت مؤثره. خلي بالك البرنامج ده البطوله الحقيقيه فيه لا ليا ولا لغيري. البطوله الحقيقيه في البرنامج ده للناس والاخلاق الناس فقط لا غير. بعد البرنامج وبعد المواسم دي كلها الدنيا بخير ولا خايف؟ والله كل ما اجي اطمن اشوف حاجه تخوف. يعني احنا للاسف يعني انا شايف ان في حاجات كتيره من اللي كانت طول عمرها بتميزنا كعالم عربي بتختفي شويه بشويه مع التطور ومع الحداثه ومع السوشيال ميديا. في اخلاقيات كتيره اتغيرت، في سلوكيات كتيره اتغيرت، في قناعات كتيره اتغيرت عند ناس. السوشيال ميديا عمل هوس لناس كتير خلاهم يعني يعملوا حتى حاجات يتقال عليها ما يصحش. يعني في ناس بتعمل حاجات ما يصحش تتعمل عشان بس اللايكات وعشان الترند وعشان الفيورشيب وعشان نسبة المشاهدة وعشان وعشان وعشان. فده الجزء اللي بيسوقني في الحداثة عموما. انا شوية ايه
عجوز في طباعي، ميال للكلاسيكية بتاعت زمان، عايش في بوتخة أخلاقيات الزمن الجميل. فاحنا دلوقتي متغيرين قوي عن زمان الصراحه، لما بتشوف فنانين وهم اللي بيعملوا ده. ما هو ده عشان الهوس اللي استجد في حياه ناس كتير عشان السوشيال ميديا، بقت في ناس عندها استعداد تعمل اي حاجه وكل حاجه عشان تتشاف، عشان تبقى ترند. يعني كلمه ترند لوحدها انا بالنسبه لي دلوقتي بقت كلمه سيئه السمعه. يعني في اي حد ممكن يعمل اي حاجه عشان يبقى ترند. طب انا فرحتي ان انا ابقى ترند بحاجه سلبيه بالنسبه لناس كتير، مش مهم، المهم ان هو ترند خلاص، فالتهنئوا بالترند. تمثيل في حاجه قريب ولا مكتفيين بشغلنا والله حاليا؟ حاليا يعني في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي مفيش حاجه معينه، يعني مفيش حاجه معينه. حتى التمثيل اتاثر، يعني دلوقتي بقى ممكن، يعني ممكن تلاقي اعمال قائمه على يوتيوبرز وفلوجرز وبلوجرز وانفلونسرز وبتاع، في الوقت اللي ممكن تلاقي فيه مثلا شخص اكاديمي دارس ومؤهل بالظبط. واحنا في اكاديميه الفنون يعني في ناس من الاكاديميه نفسها قاعدين ما بيشتغلوش، لان في ناس تانية مش شغلتهم بيشتغلوا. حتى حسبه الانتاج، يعني حتى جهات الانتاج نفسها بقت بتساعد على كده للاسف الشديد. فانا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. نورتني يا استاذ كريم ودايما متعاون. الله يبارك فيك، انا اللي سعيد باللقاء ده وبشكرك وبحيي مشاهديك في كل مكان. امين.